انا يا سونا كنت جايه لك في طلب. يا لهوي يا مأمور يا عيني. اصل انا عايزه 5000 جنيه سلف ادفع مصاريف نوح ابن اختك واكمل علاج ابوكي في المستشفى. لولا ابوكي رائد كان هو اللي اتصرف وما تحوجناش نمد ايدنا لحد. والله ياما ما عارفه اقول لك ايه، انت عارفه اللي جاي على قد اللي رايح ومشوا يعني على باب الله. ربنا يرزقكم يا بنتي، انت عارفه ان مشوا خد من خير ابوكي كتير قوي، فما يصحش يعني نمد ايدنا لحد غريب. لا طبعا ياما صح، انت اصلا ما تعرفيش ده مشوا زعلان زعل الدنيا والاخر، والله متنكد اخر نكد، والله يا ماما بياكل، ده الواد اتمقت. ما هو اتمقت من كتر الحشيش اللي بيطفحه. أسر الكلام يا نوسة، هتدفعي ولا لأ؟ والله يا ماما كان على عيني، كان على عيني، ما اديكي شايفة أهو. طب استني، انت أهو جيتي على سهوة، أنا وأنت متفقين؟ مش متفقين، فين عيالي؟ فين عيالي؟ والله يا ماما ومدتهم عند ستهم وأم أبوهم عشان تغديهم، ما أنا تلكتي فاضية. أه ودول عيال برضه يا ماما مالهمش ذنب. بقول ايه سونا، لو ممكن يعني تديني الغويشه اللي في ايدك دي اللي ابوكي جايبها لك اتصرف فيها واسد شويه من مصاريف المدرسه وشويه من مصاريف ادويه ابوكي، افك بيها دقيقتنا واول ما ربنا يفرجها علينا ارجعهم لك على طول. وماله حبيبتي؟ اما مشو يجي انا اقول له برضه لازم اخد رايه، ما راجل البيت ودي اصول. يا بنتي ما حدش يزعل من الاصول. الدنيا كده عايزين. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه حبيبي. الله يسلمك. ازيك يا حماتي؟ ان شاء الله تسلم يا حبيبي. معلش عايزاك يا مشو ثانيه. بعد اذنك يا حماتي. اتفضل. ايه؟ ثانيه ياما. انت اتقبلت ولا ايه؟ صدق ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما يقول عن نوح على ابوك على الجن الازرق. بس كل الموضوع قالت لي انها تاخدها وتبقى ترجعها لي تاني. ترجع مين ياما؟ هما دول لاقيين ياكلوا عليا النعمه من نعمه ربي. الغويشه دي لو خرجت بره البيت لا يبقى اخر يوم ليكي معايا، وبيخلي امك تنفعل. يا حبيبي اسمعني، انا بقول يعني نشتريهم المره دي، مش يمكن ابويا يقوم ويرجع بالسلامه. يقوم مين يا امه يقوم؟ قال يقوم قال ابوكي خلاص يا اختي راح في سكه اللي روح ما يرجعش، ده عايز له يجي نص مليون جنيه عشان يرجع يعيش على كرسي بعجل. خلاص كفه عيلتك دي بقت خسرانه يا ماما، انسي. طب انا اطلع اقول لها ايه دلوقتي؟ اطلعي قولي لها اللي تقوليه لها، وبعدين تعالي هنا. مش دي امك واختك اللي كانوا واقفين لنا في الجوازه ما كانوش طايقينك؟ ايه بقيتي دلوقتي حلوه؟ ما هو برضك ابويا اللي جايبها لي. يا اختي ابوكي اللي جايبها لك دلوقتي، هي عندي في البيت يعني ملكي، يعني انا اللي حر فيها واتصرف زي ما انا عايز. طب صرفني انت بقى، اطلع اقول لها ايه؟ اطلعي قولي لها مشو حلف عليها طلاق تلات، ما في غوايش طالعه من البيت، وبشوقك يا سونا. ما تمشي. ايه يعني المشكلة؟ قال تاخد الغويشة قال.